مشاهدينا، تشير ظاهرة تشغيل الأطفال إلى استغلال الأطفال في أي شكل من أشكال العمل، بما يحرم الأطفال من طفولتهم ويعيق قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة، وأيضا يؤثر تأثير ضار عقليا وجسديا واجتماعيا أو معنويا. لذلك اليوم راح نحيي وياكم مناسبة عالمية من مناسبات منظمة العمل الدولية، وهي اليوم العالمي لوقف عمالة الأطفال. هذا الموضوع مهم جدا وضروري أنه نتوقف عنده ونبحث أيضا حيثياته. من أجل هذا الموضوع مشاهدينا راح ينضم ويانا ضيفنا الأستاذ عبد الكريم، مدير الضمان الاجتماعي في كربلاء. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الكريم. أهلا وسهلا، تحية لكم ولمتابعيكم ولمشاهديكم. الله يحفظكم، حياكم الله معنا أستاذ. أهلا ومرحبا بكم. نعم أستاذ عبد الكريم، احنا نطلب منكم انه تتوقفون ويانا دقائق. راح نشوف تقرير اعدنا يا زميلنا كرار الحمداني حول موضوع عمالة الأطفال، بالتحديد اختار نموذج وهي مدينة كربلاء المقدسة. من بعدها راح ندخل وياكم في حوار حول عمالة الأطفال في العراق والحلول اللي تتخذها الوزارة من اجل الحد من هذه الظاهرة. خلينا نتابع سوية تفاصيل التقرير ونعود مرة اخرى للحديث مع الأستاذ عبد الكريم جاسم سهيل، مدير قسم ضمان كربلاء المقدسة. بعد شهور من الدراسة والاجتهاد، يتوجه بعض من الأطفال إلى ممارسة الأعمال الحرة في الأسواق المحلية، وكل حسب تخصصه وحبه للعمل للحصول على أجر لإعانة عائلته في ظل الظروف التي تمر بها بعض العوائل، ومنها التي لم تتقاض أي راتب شهري ويكون اعتمادها الجذري على حرفتها الخاصة كالبزاز أو النجار وما شاكل ذلك. كملت دراستي، اتجهت ويا خالي هذه بسطيت المناظر حتى اشتغل وياه وعين اهلي، اشتغل حتى عين نفسي وعين اهلي، اشتري ملابس كذا بطبيعه عملي، ورا الدوام اجي اشتغل. وزين ما عندك اخوه صغار؟ لا ما عندي، الوحيد لاهلي. انصح الشباب اولا يهتمون بدراستهم ويشتغلون افضل لهم، يعينون نفسهم. امتحن واخلص ذل جهدي وعني وانجح واخذ درجات عاليه، من خلاص اجين هنا المحل يساعد ابوي بالشغل بالتعاون على مود يعطيني فلوس اشتري ملابس لي، وكل سنه عيدا يعني كل مره. والدقائق اتمنى لهم ينجحوا بكل دروسهم ويشتغلون ويا اهاليهم بالمحلات. حسين علي صف السادس ابتدائي. شو هي درجاتك؟ بالعربي 78، وبالرياضيات 85، اسلاميه 95، وانجليزي 68. بعد الصيفية راح اشتغل ويا ابوي بالنجارة. آراء مختلفة في محور تشغيل الأطفال، البعض من يروم تشغيل أبنائه بعد انتهاء الموسم الدراسي، والآخر يستثمر ذلك الوقت في تنمية أفكارهم من خلال مشاركتهم في دورات تثقيفية وقرآنية، فضلا عن مشاهدة البرامج التوعوية للارتقاء بمستوياتهم العلمية. ابني صف أول ابتدائي، اي مال عمل؟ لا ماكو عمل، بس يعني يطلع يطوب بالعطله، اي روح زيارات خطاب، بس ما شغل لا ابد، ما تصير. هاي صار في يطلعون يتونسون مثلا منتنزهات، مكانات ترفيهيه بس فقط، ما زين برنامج مثلا يدرس يتعلم على المرحله اللي جايه، دورات تقويه نوديهم، بس ما شغل. ما اوجههم على يعني مثلا دورات تثقيفيه تعليميه، مثلا ادخلهم روضات يتعلمون احسن حتى يتهيئون للموسم الدراسي. انا افضل بالنسبه لي قعده البيت، يعني برنامج كل 10 ايام، اقل 10 ايام اجيبه وياي اللي جاي للمحل، ويعني نطمح انه ندخله بدورات صيفيه مثل قراءات القران او شيء من ضمن البرنامج اللي جاي تقدمها العتبه الحسينيه والعباسيه، برامجهم كلش حلوه وموفقين لها. نتمنى هذا الشيء لاولادنا، احنا كل شيء الطفل يتعرض، هذا الطفل انه لازم يهتم، نهتم بتربيته ومستقبله حصرا، ما نفكر هيج تفكير نهائيا. وتتسبب الظروف الاقتصادية بتوجه الأطفال إلى إيجاد فرص عمل في الأسواق المحلية، خصوصا في العطلة الصيفية، نتيجة للظروف المعيشية التي تمر في البلاد. وبحسب منظمة اليونسيف، فأن من بين كل 5 أطفال تجد 2 تحت خط الفقر،
مما تضطر هذه العوائل إلى الالتحاق بسوق العمل لتوفير الاحتياجات الرئيسية. لبرنامج صباح كربلاء كرار الحمداني، قناة كربلاء الفضائية. مشاهدينا الكرام، طبعا بعد ما اطلعنا واستمعنا وشاهدنا وإياكم الآراء لبعض من الأشخاص اللي التقى معهم الزميل الفاضل حول هذه الظاهرة وهذه التداعيات، نتعرف أكثر إن شاء الله مع الأستاذ الفاضل الأستاذ عبد الكريم معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بداية الأستاذ، اهلا ومرحبا بكم، نحب انه نتعرف في بدايه هذه الموضوع المهمه جدا انه كيف يتم النظر الى هذا الموضوع بالتحديد في العراق. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يشكل ظاهره عماله الاطفال مشكله حقيقيه يعاني منها المجتمع العراقي والمجتمعات الناميه، وهذه المشكله تقف عائقا امام التنميه الاقتصاديه أفضل على الآثار الاجتماعية والنفسية التي تخلقها وهذه والتي تلحق بالأطفال نتيجة حرمان في عيش طفولة سعيدة وفي أجواء آمنة يوفرها المجتمع للطفل، وتوفير الجانب الصحي والبيئي والثقافي وخاصة في مجال مسرح الطفل وسينما الطفل والصحف والمجلات المتخصصة، وكل هذه إن توفرت ستعد جيل معافى يستطيع النهوض في البناء الحضاري للعراق الجديد. بلي. أستاذ عبد الكريم، يعني نشوف اليوم يعني في منظمة الصحة العالمية مثلا ومنظمة العمل نشرت إحصائيات عالمية يعني تقول أنه لا زال لحد الآن 160 مليون طفل تقريبا يندرجون تحت موضوع عمالة الأطفال. طيب بالعراق يعني تحديدا، هل هناك من إحصائيات حول الأطفال اللي تركوا الدراسة واندرجوا ضمن قوائم العمل؟ نعم، من هناك إحصائيات تقدر بنسبة عزوف بعض الأطفال عن المدارس. النسبة ما يقارب 94%. نعم. وإن بعض المنظمات تقدر تشوف الأطفال العاملين تقريبا بالعراق من دون سن ال 14 إلى 15. من 14 سنة يقارب 15%، وهذا العام بالنسبة للأطفال كانوا موجودة بدأ في ظل تعرفون الحصار والعقوبات اللي فرضت على العراق لحد وقتنا الحالي. نعم. إلا أن قانون العمل العراقي، قانون أنا أعتبره بالنسبة لي وجهة نظر الشخصية قانون عظيم، إن طبق سنة 1987 اي العمر حدد العمر الفعلي لامكان هذا الطفل ان يعمل، لكنه وقف مع العامل وقفه فيها شروط كثيره جدا ليكون هذا العامل يعمل في هذا المصنع او ذاك. ايضا هناك فحص طبي باستمرار لهؤلاء العاملين، انا اعني قانون العمل لسنه 1987. بلي. هناك كذلك هناك وجبة غذائية مفيدة لهم، هناك حوافز سنوية حتى يستطيع أن يطور نفسه، هناك مدارس مسائية تحتوي هؤلاء العاملين حتى يكملوا دراستهم. إلا أن تطبيق القانون خاصة في هذه الظروف التي يعيشها العراق من نزاعات وصراعات وحروب القوانين العراقية غير مستوفية، والإصلاح هذه الظاهرة بالعراق بحاجة إلى قوانين وتشريعات إضافية، بحاجة إلى إصلاحات اجتماعية واحتواء الموضوع من قبل الأسرة والمجتمع. بلي. وأن تكون هناك خطة قومية استراتيجية لمعالجة الظواهر بشكل كامل. نعم. إلا أن القوانين التي كانت موجودة في هذه الفترة لحماية الطفل مثل قانون الرعاية الاجتماعية سنة 1980، قانون الشبكة الاجتماعية الأخير، لكن هذه هي تتعدى حدود الإمكانيات الفردية. وحتى المؤسسية في الوقت الحاضر، لأنها ظاهرة قد انتشرت في المجتمع بشكل كبير وأصبح لها آثار اجتماعية وتربوية. وأنتم تشاهدون الآن الأطفال بالشارع، خاصة بشارع كربلاء، أنا أقصد بدأ أصبح تطلب أولا وضع استراتيجية قومية لدراسة هذه الظاهرة، ووضع بيانات، توفير بيانات ومعلومات أكيدة. بلي.
إجراء مسح شامل وبناء قاعدة معلومات متكاملة عن عمالة أطفال في العراق، مساهمة الدولة في توفير السكن والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي للأسر المحتاجة. نعم متابعة. أحسنتم أستاذ عبد الكريم. إن شاء الله يعني صراحة خلينا نكون واقعيين أكثر، أنه في مثل هذا اليوم وفي كل عام إحنا نستذكر يعني هذا اليوم حول إيقاف ظاهرة عمالة الأطفال. ومثل ما ذكرتوا يمكن هاي الظاهرة أكثر تنامت في العراق أكثر من غير أنه بلد. طيب إحنا ما نريد صراحة نذكر هذا الأمر يمكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو ندوات أو مؤتمرات تقام، بحيث أنه نذكر هذه الظاهرة من ناحية أنه التنظير فقط، وإنما نود أن نشاهد بأن تكون هناك حلول واقعية جذرية بأن تعالج هذه الظاهرة. طيب برأيكم ما هي الحلول الجذرية والواقعية التي تسعى لها منظمات المجتمع المدني أو لربما الجهات المعنية كمنظمة عمل؟ نعم أحسنتم في هذه يعني في معالجة هذه الظاهرة برأيكم. تفضل. بلي. اولا اجراء مسح شامل وبناء قاعده معلومات متكامله عن عماله الاطفال في العراق، ومتابعه التصرف الدراسي من خلال ادارات المدارس وبالتنسيق مع الاسر، رفض هذه الحالات التي تخص عمل الاطفال في الاماكن الخطره والمواد المستخدمه في العمل والتي تلحق الضرر بصحتهم، وذلك من خلال تفعيل دور اجهزه التفتيش والمتابعه والصحه والسلامه المهنيه. بلي. الاهتمام بالصحة النفسية للطفل من قبل الأسرة والمدرسة، تعاونهم مع المؤسسات كافة سواء إعلامية تربوية اقتصادية بالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع لمنع استغلال الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية والعصابات المنظمة. نعم طيب استاذ نعم تفضل كمل كلامكم. لا فحتى اطرح عليك وجهة نظري الشخصية، يعني ضرورة اجراء بحوث ودراسات ميدانية واسعة لمعرفة حجم الظاهرة الاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وخاصة الناجمة منها لرصد هذه الظاهرة وعلى اهم المعوقات لمكافحتها. استاذ عبد الكريم، يعني هسه حضرتك ذكرت انه القانون موجود وقانون رائع جدا يخدم الطفوله في هذا الموضوع بالذات وعماله الاطفال، لكن نشوف الوضع الاقتصادي دائما الدول اللي تمر باوضاع اقتصاديه صعبه تتنامى عندها مثل هذه الظواهر. القانون لحد الان ما تطبق يعني حسب ما ذكرت حضرتك. زين احنا في هذا الوقت يعني شلون نسعى على انه نحافظ على اطفالنا؟ يعني هل في بالكم يعني فد حلول اكثر واقعيه من ذكرتها حضرتك انه بحوث وهذه كل الامور هاي تحتاج لها دعم ووقفه جاده من قبل الدوله؟ طيب احنا شنو اللي يتحتم علينا حتى نقدر نوقف هذه الظاهره؟ نعم نعم قامت وزاره العمل بالاونه الاخيره بالتعاون مع منظمة الدول العمل الدولية أن الحمل كذلك الحمل استهدفت أكثر من 10,000 طفل وأسرهم وأوليائهم أولياء أمورهم والمعلمين وأرباب العمل ووسائل الإعلام، وتشمل جلسات توعوية في المدارس والمناطق التي ينتشر فيها عمالة الأطفال والتي يشيع فيها التسرب من المدارس. نعم. زين. ووضعوا حلول لهذه التعاون تفعيل قانون العمل. ووضع حلول عاجله لانه الوضع حاليا لا يتحمل التاخير. وخاصه في الوقت الحاضر. احسنتم، طبعا هي المسؤوليه اذا توافقون بالراي استاذ عبد الكريم تقع على عاتق الجميع. اليوم المؤسسات الدينية النفسية والاجتماعية التربوية الثقافية التنموية لابد أن تقدم شيء من أجل القضاء على هذه الظاهرة. الأستاذ الفاضل عبد الكريم جاسم السهل نشكركم الشكر الجزيل على تواجدكم معنا. شكرا حياكم الله. طبعا نتمنى ان شاء الله ان يعني هذه المؤتمرات او الندوات او هذا اليوم اللي طبعا دائما نستذكر احنا في كل عام نشوف اكو بالفعل اكو فد يعني اليوم من يعني نخرج للشارع نشوف افوف التغيير. يعني هذه الاعداد الكبيره جدا بدات تقل، والمشكله يا ليلى صراحه انه من كلا الجنسين. يعني صحيح. احنا نشوف البنات يحتاجون الى احنا شفنا اكثر ورعايه. صحيح نعم. احنا شفنا بالتقرير
انه بعض الاطفال اللي هم اصلا مكملين مراحلهم الدراسيه ومحققين درجات عاليه ورايح ويا والده بالبيت، العفو رايح للعمل، يعني هسه احنا نقول مثلا اذا هو بهذا المستوى ورايح مكان عمل يعني يليق به، ما راح ياثر على قدراته العقليه على الجسميه، ما راح ياذي نفسيته، مكان يتعلم به مهاره ويقضي به وقت، لا باس. لكن احنا ضد انه عمل الاطفال اللي يتركون مقاعدهم الدراسية ويروحون يلتحقون بأعمال تحتاج إلى قوة عضلات اللي تدمر حياتهم، يعني لا نفسيا لا جسديا لا معنويا، وفوق كل هذا أنه هم يتركون دراستهم ويتأذون. أحسنت. إحنا إذا كل ما نتحمل المسؤولية، كل ما ناخذها إحنا على عاتقنا كآباء كأمهات كمجتمع، كل ما راح يتقدم مجتمعنا ويكون بأفضل حال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يمن علينا بنعمة الأمن والأمان، بحيث أنه ما تكون عندنا مثل هذه الظواهر، ويكون وضعنا الاقتصادي إن شاء الله جيد حتى نعين بعضنا البعض.